ومن عادتي الا ارد على اتصالات في يوم الجمعه خصيصا من اجل التركيز. لكن قدر الله سبحانه وتعالى جعلني افتح اتصالا على احدى المتصلات التي كانت تبكي بحرقه. وقالت لي ربنا اللي بعتك علشان تجاوبني. قلت لها بالراحه بس في عجاله. قالت لي بالنص كده وكتبت اللي قالته لي علشان اعرضه على حضراتكم. وعلشان هو ده اللي غير مجرى الحلقة النهارده. قالت لي يا مولانا كان لي يا أب جميل جدا، حسن في كل شيء، أخلاقه، معاملاته، كل الناس بتحبه. جنازته كانت جنازة مشهودة. كل الناس بتبكي عليه، صغير وكبير بيبكوا عليه، شباب وشيبة بيبكوا عليه. اتوفى من 21 يوم. لكن عايز أقول لحضرتك ما كانش بيصلي أبدا. ورغم الإلحاح الشديد اللي كنت على طول أكلمه فيه إلا كان إنه يتحجج ويقول لي ما تعرفوش اللي بيني وبين ربنا إيه وما تخشوش الجنة على حسابي ولا على قفاي ومات يا عم الشيخ وأنا متأكدة وأنا بكلمك أنا بنته وبنته الكبيرة أقرب واحدة ليه إن هو ما صلاش خالص قالت لي بعد موته بثلاث أيام اتصلت بأحد المشايخ المشهورين وحكيت له الكلام اللي قلته لحضرتك ده فقال لي بالنص أبوك مات كافر كفر ناقل علي الملة فقالت له يعني إيه قال لها يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويعامل معاملة سائر المرتدين قالت لي ما قدرتش أستحمل قفلت السكة في وشه وبعدين ربنا هداني الشيخ تاني فاتصلت بيه وحكيت له الموقف اللي أبويا مات عليه وحكيت له اللي قاله الشيخ فقال لها لا يا بنتي هو على رأي الجمهور فاسق قالت له يعني قال لها يعني من كبار العصاة قالت له يعني في الجنة ولا في النار قال لها لا هو في النار قالت زاد انهياري ومن ساعتها وانا عمال احاول اتصل بيك عشان اوصل فطبعا قلت لها شوفي اللي انا متاكد منه دلوقتي وهرد عليك فيه ان ابوك الان في القبر اما مصيره فهو بين يدي الرحمن الرحيم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له نعم ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وإسم عظيم لكن لا أستطيع أنا ولا غيري أن يحكم على أبيك لا بجنة ولا بنار واللي عايز أقوله لك لعل شيئا بينه وبين الله لا ندري لعل شيئا لا نعرفه لعل شهادة الناس هذه تعفو عنه وتغفر له وتصبح له بين يدي مولاه اللي عايز اقوله لك اكثري من الدعاء لابوك ومن فعل الخيرات وخلي كل الناس تدعينه الحقيقه خلص التليفون وبدات اسال نفسي الاجابه اللي انا قلتها دي ايه مصيرها الاجابه دي مجرد ان انا بهدئ من روع بنت حسيت في نبره حزنها وبكائها ان روحها تطلع على ابوها اللي بتحبه بكل ذره في دمها وفي روحها وفي نفس الوقت لا كلام الشيخ الاولاني ولا الثاني هيرجع الراجل علشان يصلي ولا كلامي. انما بدات افكر وانا جاي كده في العربيه هو تارك الصلاه الاسلام الكريم حط ايه؟ واتكلم عنه ازاي؟ اول ما وصلت قفلت على نفسي وبدات اطلع ورقي وبدات ابحث عن تارك الصلاه في عقلي وفيما معي من اله. فلقيت اني تارك الصلاه ويا ريت كل واحد ما بيصليش يسمعني ومش معنى ما بيصليش ما بيصليش خالص لا كل واحد بيفوت صلاه كل واحد بيهمل في الصلاه كل واحد بيبقى ماسك التليفون والاذان بيأذن، كل واحد بيبقى قاعد قدام الماتش او على القهوه والاذان بيأذن، كل واحد بيبقى قاعد قدام المسلسل والاذان بيأذن، كل واحد بيتهاون في امر الصلاه، اسمعني النهارده انا بقول لك لقاء احسبه حجه لي وحجه عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. انا خايف من الاجابه اللي جاوبتها للبنت لاني كلها اجابه دبلوماسيه حبيت اهدئ بيها من روعها. يعني انت بتقر كلام الشيخ الاولاني او الثاني دي اراء في الفقهاء لما ترجعوا لها هتلاقوا ان المشايخ دي ما اخطاتش لكن ما اصابتش القول مع البنت لكن هم نقلوا اليها كلام الفقهاء. فخذوا بالكم يا تارك الصلاه يا من لا تصلي اسمع انت في الدنيا صاحب كبيره من الكبائر ومصيبه من اكبر المصائب وذنب من اعظم الذنوب يا تارك الصلاه اسمع انت في الدنيا تعيش في ضيق من العيش وفي ضيق من الحياه وفي هم مستمر وفي كآبة مستمرة وفي حزن مستمر لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا" قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها الصلاه اللي هي في كل الشرائع السماويه اللي هي الذكر الاعظم لان ربنا في القران قال لسيدنا موسى كده واقم الصلاه لذكري يبقى الذكر الاعظم الصلاه يا تارك الصلاة اعلم انك ملعون في جميع الشرائع السماوية في كل شيء كل شيء في الكون ينفر منك هذه الملابس التي ترتديها تنفر منك وتدعو عليك تقول لك اخزاك الله اترتديني ولا تؤدي فرض الله لقمة العيش التي تأكلها تقول لك اخزاك الله اتأكل من رزق الله ثم لا تسجد لمولاك شربة الماء التي تشربها تقول لك أخزاك الله تشرب من رزق الله ولا تؤدي فرض الله فاحذر احذر 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 لأن الأمر مش هين طب ده في الحياة وفي الآخرة يختم لك بخاتمة السوء قبرك لا نور فيه لا أمن فيه لا أمان فيه لأن هذه الأمور لا تجلب إلا بالصلاة الأمن والنور والأمان في القبور وحسن الخواتيم نحصله بالمحافظة على الصلاة